الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع سلسلة خطوة بخطوة، الجزء الثامن، الباب الثامن، بانيل انتجراتيفي، اللافتات الإضافية. النهاردة معانا الإشارة رقم 13 أو اللافتة رقم 13 اللي هي بانيلي أو سينيالي دي كورسيا، إشارة ممر. نشوف مع بعضنا كده إشارتنا النهاردة بتقول إيه. إشارة ممر سينيالي دي كورسي اللي هو السهم الصغير ده هو فيرسو سوتو، البانيلي أو اللافتة الإضافية سينيالي دي كورسي، إشارة من إشارات الممرات، ستروفا إن ألتو سوبرا لا كورسي. دايما الإشارة ديت بتبقى موجودة في أعلى فوق الممر. نشوفها كده على الطبيعة، أدي هي إشارتنا، دايما بتبقى مع سينيالي إنديكاسيوني في الأعلى، أعلى الممرات هي السهم الصغير اللي هو تحت ده سينيالي دي كورسية بيبقى متواجد، ستروفا ان التو سوبرا لا كورسية. طيب البانيلا انتجراتيفي فالي بير لا سولو كورسية انتكاتا للفريتشا، يبقى دايما السهم ده هو بيبقى على حسب الاتجاه اللي انت عايز تتبعه للوصول الى اي بلدة من البلدان اللي هي مكتوبة في اللوحة او السينيال، يبقى تشير الى الممر الذي يجب علي اتباعه للوصول الى تلك البلد. عشان كده الاسهم دهيت وظيفتها بتسهل الدخول في الممرات بطريقه صحيحه. يعني على سبيل المثال اللي عايز يدخل او يوصل للشينترو وسط البلد عليه ان هو يدخل في اتجاه السهم اللي هو فيرسو ديسترا، واللي عايز يدخل على الطرق اللي هتوصل على الاوتوسترادا كارتيلو طبعا الاخضر اهوت يدخل في الممر اللي هو الايسر. وهنا طبعا زي ما احنا شايفين في جزيرة تقسيم المرور الازلو دو ترافيكو، وفي عندي العلامتين الاثنين اللي هو باستاجو اوبليجاتوريو ديسترا سينسترا، السهمين اثنين، يعني انا ممكن اتجاوز الحاجز من على الجانبين الاثنين في نفس الوقت من اليمين ولليسار، اللي هيتجاوز من على اليمين يترك الحاجز ناحية اليسار، واللي هيتجاوز ناحية اليسار يترك الحاجز ناحية اليمين وهكذا. يبقى هنا إشارة ممر، إشارة سهلة وبسيطة. مع بعض بقى ندخل ونشوف أسئلتنا النهاردة وإزاي هطبق الكلام ده زي كل مرة على الأسئلة بصيغة عملية. نشوف أول سؤال معانا النهاردة بيقول إيه. البانيلا انتجراتيفي انفجورا بوستو سوتو او بوستو ان التو سولا كاريجاتا انسيما دون سينيال انديكاسيوني دي اونا لوكاليتا سينيال لا كورسيا دي بريندري بالراجونجر دي لوكاليتا. هنا عايز يقول ان اللافته الاضافيه الممثله والمتواجده اعلى المسار في علامه سينيال انديكاسيون، علامه ارشاديه بتشير الى البلده عن الممر الذي يجب اتباعه للوصول الى هذه البلدة. يبقى اللافتة الإضافية المتواجدة اعلى الممر في علامة تشير الى البلدة او الى اسم البلدان في السينيال انديكاسيون طبعا بتشير الى الاتجاه اللي يجب عليك اتباعه للوصول الى هذه البلدة اللي هي في اتجاه السهم، يبقى هقول له فيرو. البانيلا انتجراتيف انفيجورا بوستو ان التو سولا كاريجاتا، يبقى دايما نعرف ان السهم ده دايما هيكون التو ان كاريجاتا فوق في اعلى المسار او في اعلى الممر. انسيما دي اونا سينيال سبيسفيشالي ايكويلا كورسيا سي ريفريشي للسينيالي، يبقى هنا برضه عايز بتقول ان اللافته الاضافيه الممثله والمتواجده اعلى المسار مع اشاره اخرى تحدد الممر الذي تهمه الإشارة، يبقى السهم ده بيخص فقط البلدان اللي هي مكتوبة في اتجاه السهم، يبقى برضه هقول له غيره. البانيلا انتجراتيف انفجورا انديكا كي السينيال بوستو صبرا فالي بيرلا سوستا فالي بيرلا سولو كورسيا انديكاتا دي لا فريتشا، يبقى هنا برضه عايز يقول ان تعلم اللافتة الإضافية الممثلة ان الإشارة المتواجدة في الأعلى فالي يعني بتهم الممر المشار اليه فقط، برضو بنقول له فيرو على حسب البلدان، يبقى هنا السهم ده هو بيخص الممر اللي هو موجود فيه بس فقط، اللي عايز يدخل في اتجاه السهم ده هو يبقى يلتزم بالممر والبلدان المسجله في اعلى اللوحه او سينيالي انديكاسيون، يبقى هقول له فيرو.
كمان سؤال، البانيل انتجراتيف انفيجورا انديكا لافينا دؤونا بريسكريسيوني، تعلم اللافته الاضافيه الممثله عن نهايه الاجباريه. طبعا هقول له فالسو، لان الاشاره اللي معانا ديت او اللافته اللي معانا بانيل انتجراتيف دايما بيبقى متواجد مع سينيال انديكاسيوني، ما فيش فيه اي اجباريات ولا اي موانع، يبقى هقول له فالسو فينا دؤونا بريسكريسيوني فالسو. البانيل انتجراتيف انفيجورا انديكا لافينا دي سينيالي ليميتو ماسيمو ليميتو ماسيمو دي فولوشيتا، تعلم اللافته الاضافيه الممثله عن نهايه الحد الاقصى للسرعه. طبعا برضو الكلام ده اقول له فالسو، هنا ما فيش تحديد لسرعه ليميتو ماسيمو ولا ليميتو مينيمو، يبقى هقول له فالسو. البانيل انتجراتيف انفيجورا بوستو برندكاري لافيرماتا ديل اوتوبوس، تتواجد اللافتات الاضافيه او اللافته الاضافيه الممثله لتحديد مواقف الاتوبيسات او الحافلات، طبعا برضه هقول له فالسو. نشوف سؤال كمان، البانيل انتجراتيف انفيجورا انديكا كي انو لا بريشيدنسا ال فيكولو كي فينجونو دي فرونتي، تعلم اللافته الاضافيه الممثله ان الاولويه للعربات القادمه من الامام. الفينجونو دي فرونت يعني العربيات اللي جايه من الامام، طبعا اقول له فالسو. شريطنا النهارده مفيش فيها الكلام ده، مفيش فيها بريتشيدنسا، مفيش فيها اي موضوع خارج عن انني بتبع السهم اللي موجود في اعلى الكراجاتا او اعلى الكرسيه، فقط على حسب البلده اللي انا اريد ان اذهب اليها. يبقى ده سينيالي كرسيه، اشاره ممر، سينيالي طبعا او لافته اضافيه من العلامات الاضافيه بتحدد الممر الذي يجب علينا ان احنا نتبعه على حسب البلدان اللي انا عاوز اوصل لها. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى القاكم في درس جديد، لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله.